ويقول صلى الله عليه وسلم: بل منا من يختم الله به الدين كما فتحه بنا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السماء والطير في الجو. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عند الفساد والجور وسفك الدماء وكثرة القتل والهرج، يقول: فعند ذلك ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد قطع عنكم مدة الجبارين والمنافقين وأشياعهم وأتباعهم، وولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالحقوا به بمكة فإنه المهدي، يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك. وقال جعفر بن السيار الشامي: قال: يبلغ رد المهدي المظالم حتى لو كان تحت ضرس إنسان شيء انتزعه حتى يرده. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المهدي: يمده الله ب3000 من الملائكة يضربون وجوه من خالفه وأدبارهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يبعث الله منا أهل البيت غلاما شابا حدثا لم تلبسه الفتن ولم يلبسها، يقيم أمر هذه الأمة كما فتح الله هذا الأمر بنا، فأرجو أن يختمه الله بنا. وقال الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا: إذا قام مهدينا أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وإنما سمي المهدي لأنه يهدى إلى أمر خفي. وعن كعب قال: إني لأجد المهدي مكتوبا في أسفار الأنبياء ما في حكمه ظلم ولا عنت. وعن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام: بأي شيء يعرف الإمام المهدي؟ قال: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء؟ قال: بمعرفة الحلال والحرام وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد. وعن أبي عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال: لو قام المهدي لأنكره الناس. وعن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: يكون هذا الأمر في أصغرنا سنا وأجملنا ذكرا، ويورثه الله علما ولا يكله إلى نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا. يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9، تتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يبعث الله عز وجل رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرد الله تعالى إلى الناس ألفتهم ونعمتهم وخاصتهم وبزارتهم. وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: هو رجل من عترتي يقوم بالحق ويعمل به. وقال أيضا: إذا نادى مناد من السماء أن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون ذكره فلا يكون لهم ذكر غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي.